تعاد حج الليلة ليلة النصف من شعبان من أهم العادات الشعبية في دولة الإمارات، حيث يجوب الأطفال الشوارع مرتدين الملابس الشعبية ويحملون أكياسا تخاط خصيصا لهذه المناسبة. من هذا المنطلق وإحياء لهذه العادة، نظم المجلس الإماراتي لكتب اليافعين بالتعاون مع مكتبة التابعة لمجموعة كلمات حفلا قرائيا تزامنا مع ليلة النصف من شعبان. احنا ربينا وربينا عيالنا على هالعادة أن النصف من شعبان نحتفل فيه لتوزيع الحلويات على الأطفال وتوزيع الحلويات على الجيران والتهادى بالحلويات من بيت إلى بيت، ومن العيال يعبون في الخرائط خرائط الليلة نحن نقولها، وينشدون الأناشيد أعطونا حق الليلة، أعطونا من مال الله يسلم لكم عبد الله، أعطونا الله يعطيكم بيت مكة يوديكم. يعني هاي الأدعية كم تسوى، يعني هي تقربا إلى الله، وهي النص من شعبان. الناس كل اللي يعني في البيت يتذكرون أن باقي أسبوعين على رمضان، الأوليين كانوا يجهزون في هالأيام رمضان، يشترون مير البيت والأغراض اللي هي عشان يبدون فيها في رمضان، وفي نفس الوقت في هالأيام الله يوم ليلة النصف من شعبان الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء كل اللي يدعي للمسلمين. طبعا احنا نشارك اليوم، انا كوني ككاتبة اشارك بقراءة قصصية لكتابي اسمه احمد الحلو، وهذا الكتاب يجمع مجموعة من الاغاني الشعبية، من ضمن هذه الاغاني طبعا غنية اعطونا من حق الله، وهاي الغنية من التراث الاماراتي الجميل، واللي حابين احنا طبعا ان نعطي لعيالنا بطريقة حلوة وبطريقة طبعا نوصلهم إياه بقصص إماراتية تراثية عبر هذه الكتب. نظمت هذه الفعالية لغرس العادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة وتعزيز الموروث الشعبي المنبثق من القيم العربية وتحديدا في دول الخليج العربي، وإشاعة روح المودة والألفة في نفوس الأطفال.